وزيرا السياحة والآثار يعقدان اليوم مؤتمرا صحفيا بالمتحف المصري للإعلان عن وقائع اكتشاف التمثال الأثرية بمنطقة المطرية ونقل أجزائه. وزير الخارجية سامح شكري يستقبل اليوم نظيره الأردني لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. ديمستورا يحذر من عام سابع للحرب في سوريا ويدعو إلى تسريع وتيرة المفاوضات. اشتباكات بين الجيش اليمني والحوثيين في تعز، ومنظمة الفاو تحذر من أن أكثر من ثلثي سكان اليمن يتهددهم خطر المجاعة. الثانية عشرة ظهرا في القاهرة، العاشرة بتوقيت جرينتش، موعد فترة إخبارية شاملة تأتيكم على شاشة نيل الأخبار. تحية لكم، أهلا بكم. يعقد وزير السياحة يحيى راشد والآثار دكتور خالد العناني اليوم مؤتمرا صحفيا بالمتحف المصري للإعلان عن وقائع اكتشاف التمثال الأثري بمنطقة المطرية ونقل أجزائه من موقعه إلى حديقة المتحف المصري بالتحرير. كان تمثال رمسيس الثاني والقطع الأثرية المكتشفة قد وصلت بالفعل إلى المتحف المصري بعد رحلة استمرت لثلاث ساعات على متن شاحنات مجهزة تابعة للقوات المسلحة. تشمل المنقولات بخلاف تمثال رمسيس الثاني بعض القطع الأثرية التي عثرت عليها البعثة المصرية الألمانية الأسبوع الماضي في منطقة سوق الخميس بالمطرية. منطقة المطرية أصبحت حديث العالم عقب الاكتشافات الأثرية التي تمت فيها مؤخرا بعد نجاح البعثة المصرية الألمانية في العثور على تمثالين يرجع تاريخهما لنحو 3250 عاما قبل الميلاد. بمساعدة يعني القوات المسلحة اللي بتشرفنا في كل المحافل بمعداتهم تم رفع التمثالين، التمثال والراس والتمثال سيتي اللي موجود في احد الصناديق الموجوده، وعدد قطعتين اخرتين من الحجر الجيري تم اكتشافهم في نفس الموقع المواسم السابقه. التمثال كان منتشل من بيئه مغموره بالميه، فكان لابد ان احنا نعمل له عمليه نوع من الاقلمه. المعنى ايه الاقلمه؟ الاقلمه بيتم التعامل مع التمثال تدريجيا، تخفيض درجات الرطوبه، تخفيض اللي هي الموجوده فيه واحده بواحده، عن طريق برضو ان احنا نحافظ على نفس البيئه. التمثالان المكتشفان بمنطقة سوق الخميس في حي المطرية هما أكبر تمثالين مكتشفين في هذه المنطقة حتى الآن، ويعود أحدهما إلى الملك سيتي الثاني، كما يرجح وبقوة أن التمثال الآخر لجده الملك رمسيس الثاني، وكلاهما من الأسرة التاسعة عشرة في مصر القديمة. احنا لقينا التمثال، واخد بالك طبعا، قاعدين نشتغل بالليل وبالنهار لحد ما ظهرنا التمثال، واخد بال سيادتك. واحنا طبعا يعني مش اول مره، يعني اول مش اول مره نطلع تمثيل، واول مره نشتغل في الاثار. احنا من الاول، من الاب للجد، يعني دي خبره. جينا نحفر لقينا التمثال مكسور لوحديه، واخد بالك، وقعدنا ننظف عليه بالفرشه والمسترين. بننقب على اسعار طبعا بالحكومه والهيئه الالمانيه بالمعهد الالماني، وبننقب على اسعار، فوجدنا التمثال رمسيس الثاني، وزي ما انت شايف يعني كده طلعناه. علماء الآثار أكدوا أن هذه المنطقة تحوي معبد الملك رمسيس الثاني الذي بناه في رحاب معبد الشمس بمدينة أون القديمة التابعة لمدينة هليوبلس الدينية، كما أن مساحة هذا المعبد تقدر بضعفي مساحة معبد القرنك في محافظة الأقصر. اكتشاف يعد أهم الاكتشافات الأثرية خلال الفترة الحالية، اكتشاف من شأنه أن يسهم بقوة في تنشيط السياحة المصرية، خاصة بعد تحديد هوية التمثال الأول الذي يخص الملك سيتي الثاني، وجاري العمل على تحديد هوية التمثال الآخر الذي يعتقد وبقوة أنه للملك رمسيس الثاني. من منطقة المطرية، علي فتحي، النيل. يستقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره الأردني أيمن الصفدي الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة. تتناول المباحثات سبل تعزيز علاقات التعاون بين القاهرة وعمان في شتى المجالات، بالإضافة إلى التنسيق المصري الأردني فيما يتعلق بمختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة قبيل القمة العربية المقرر انعقادها في أواخر الشهر الجاري بعمان.
للمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا هاتفيا السفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، كيف ترى أهمية هذا اللقاء بين وزير الخارجية المصري ونظيره الأردني، خاصة أنه يعقد قبل القمة العربية المقرر انعقادها أواخر الشهر الجاري بعمان؟ أعتقد أنه تنسيق على درجة عالية من الأهمية. هناك أسباب عديدة ليست فقط بالنسبة للعلاقات المتميزة، يعني أقول بين مصر والأردن، والتي تجمعهما رؤية معينة تتعلق بالمنطقة وبصفة ممارسة الاعتدال والسعي إلى السلام، وكلاهما أيضا يحتل موقعا متميزا بالنسبة لملفات ساخنة في هذه المنطقة مثل الملف السوري والعراقي والملف العربي بصفة عامة. أقول في هذا الصدد أن هذا التنسيق تزداد أهميته بطبيعة الحال قبل انعقاد القمة. القمة التي سوف تؤخذ كخطيرة الأمر تؤخذ في ظروف يعني أقول أنها صعبة، وربما يعتقد البعض أنها بالغة الصعوبة. أولا هناك هجمة على المنطقة العربية من دول الأطراف التي تشعر أو تقدر أن مصالحها هي أن تتمدد وأن تستفيد من الأوضاع الحالية التي تعاني منها المنطقة. الأمر الثاني تداخل الأبعاد الدولية مع هذه الأبعاد أيضا في صورة فجة، يعني لما نجد أن الشمال السوري في قوات تركية لم تدعوها سوريا لتتواجد على أرضها، ونفس الأمر بالنسبة للعراق وغيره، نتساءل أين موضع المواثيق الدولية من هذا كله. الأمر الثاني ما هو موقف الدول العربية المشتركة في القمة من إدانة ذلك ومن اتخاذ مواقف واضحة بالنسبة لهذا الأمر. هذه الملفات كلها، وأضرب ما ذكرته على سبيل المثال، تتعين أن تكون هناك قاطرة تنسق فيما بينها بالذات قبل انعقاد القمة حتى تحقق ولو الحد المتاح لها ضمن هذه الظروف. ونقول أن هذا الحد المتاح يتمثل في تحديد ما هو الخطر الأساسي الذي تتعرض له المنطقة. هل هو خطر قادم من إيران؟ هل هو خطر نتيجة للأطماع الإسرائيلية؟ هل هو خطر نتيجة للتراجع العربي بصفة عامة؟ ثم انفتاح شهية دول معينة للتبدد في هذه المنطقة على حساب الوضع العربي؟ هذه أسئلة أعتقد أنها تمثل ركيزة للرؤية الاستراتيجية التي يمكن أن تتحرك عليها المنطقة في المرحلة القادمة. التنسيق المصري الأردني يأتي في هذا النطاق واضحا جليا ومهما، أولا لمعايشتها لهذه الملفات هذه واحدة، الأمر الثاني لأنها تشترك في أنها تسعى إلى سلام. كلا الدولتين لها معاهدات سلام مع إسرائيل التي ترفض التحرك من أجل حل الموضوع الفلسطيني. يعني بالتأكيد سعادة السفير هناك تحديات كثيرة أمام هذه القمة العربية، ومن المنتظر أن يتم بحثها في هذه القمة بإذن الله. أشكرك سعادة السفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية الأسبق. نتحول إلى الأزمة السورية، حيث حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا من دخول الحرب في سوريا عامها السابع لتصبح واحدة من أطول وأكثر الحروب وحشية في السنوات الأخيرة، وذلك على حد وصفه. ودعا دي مستورا إلى تسريع وتيرة المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في سوريا. وفي إطار سعيه لإبرام اتفاق سياسي بين الفرقاء السياسيين في سوريا، قال دي مستورا إنه سيوجه دعوة مجددا إلى وفدي النظام السوري والمعارضة إلى جولة جديدة من المفاوضات يوم 23 من مارس الجاري في جنيف. أكدت روسيا وتركيا وإيران تمسكها بالتسوية السياسية في سوريا، مشيرة إلى أهمية مفاوضات أستانا 3 لاستمرار عملية جنيف. وذكر البيان المشترك الصادر في أعقاب مفاوضات أستانا تأكيد الدول الضامنة على تمسكهم بالتسوية السياسية في سوريا وضرورة تحسين الوضع الميداني
من خلال دعم نظام وقف إطلاق النار. وأشار البيان إلى أن اللقاء المقبل بشأن سوريا سيعقد يومي 3 و4 من مايو القادم في العاصمة الكازاخية أستانا. ميدانيا قتل 68 شخصا بينهم 10 أطفال و5 نساء في قصف واشتباكات بين قوات الجيش السوري والمعارضة في أنحاء متفرقة من البلاد خلال 24 ساعة الماضية. وكانت قوات الجيش السوري قد أعلنت سيطرتها على مناطق في ريف حمص بعد اشتباكات مع تنظيم داعش، كما تصدت لهجوم للتنظيم في ريف حلب الشرقية. وكذلك تمكنت قوات الجيش السوري من قتل عدد من مسلحي جبهة فتح الشام خلال اشتباكات بينهم في محافظة درعا. في سياق متصل، تمكنت فصائل بالمعارضة المدعومة من أنقرة من السيطرة على مناطق جديدة في ريف حلب الشمالية بعد اشتباكات مع قوات الجيش السورية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إرسال أكثر من 150 خبيرا في إزالة الألغام و17 آلية خاصة إلى مدينة تدمر بوسط سوريا. كما وصلت وحدة عسكرية أخرى لإزالة الألغام تابعة للقوات المسلحة الروسية إلى سوريا للمساعدة في إزالة الألغام من مدينة تدمر. وقالت الوزارة إن عملية إزالة الألغام بدأت أولا في الطرق المؤدية إلى مواقع البنية التحتية للمدينة، ومنها للمشافي ومحطات الماء والكهرباء، وكذلك الجزء التاريخي من المدينة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من دمشق رئيس المركز العربي للدراسات الإعلامية الدكتور صابر فلحوط. أهلا بحضرتك يا فندم. شكرا لكم وحياكم الله. أهلا بيك دكتور صابر. أبرز التطورات الميدانية برأيك، خاصة بعد سيطرة قوات الجيش السوري على مناطق في ريف حمص. الحقيقة أبرز التطورات الفجائعية الإرهابية هي التفجيران اللذان حدثا بالامس في دمشق في القصر العدلي وفي احد المنتجعات في المدينه، وراح ضحيتهما العشرات من الشهداء والجرحى. اما حول حمص ومكافحه الارهاب فهي قائمه على قدم الافلاك وعلى مدى الساعه القتاليه، حيث يقوم الجيش العربي السوري مدعوما بالاشقاء والاصدقاء من الجيش الروسي والمقاومه الوطنيه اللبنانيه والاشقاء الايرانيين في مواجهه هذا الارهاب في العديد من الساحات السوريه ومنها حمص وتدمر بالذات. دكتور صابر، يعني أريد أن أتحدث عن نقطة أخرى، قراءتك أيضا في محاولات مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا لمستورة إبرام اتفاق سياسي ربما بين الأطراف المتحاربة في سوريا. لا أعتقد أن اتفاقا وشيكا يمكن أن يشهد النور أو أن يولد قبل جنيف في نهايات هذا الشهر، لكن طموحات السيدة ديمستورا نرجو. دكتور صابر فلحوط، يبدو أننا انتهى هذا الاتصال. أشكرك شكرا جزيلا رئيس المركز العربي للدراسات الإعلامية دكتور صابر فلحوط، أشكرك جزيل الشكر. أسقطت طائرات شحن روسية نحو 2 طن من المساعدات الإنسانية الأممية إلى سكان مدينة دير الزور. كان مركز حميم الروسي قد قام خلال 24 ساعة الماضية بإيصال 85 شاحنة مساعدات غذائية في مناطق بريفي دمشق وإدلب الشمالية. للمرة الأولى منذ 3 أشهر دخلت قافلة من المساعدات الإنسانية إلى عدد من البلدات السورية التي تعاني من ويلات الحصار. اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت عن وصول المساعدات إلى بلدتي مضايا والزبداني بريف دمشق وبلدتي الفوعة وكفرية بريف إدلب الشمالي،
وأوضحت اللجنة الدولية أنها قدمت المساعدات الغذائية والطبية العاجلة للسكان، وذلك للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر الماضي. وتخضع بلدتي الفوعة وكفريا لحصار من قبل المعارضة المسلحة، في حين تخضع بلدتي مضايا والزبداني في دمشق لحصار من قبل القوات الحكومية. ويأتي تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية بعد أشهر من مطالبات من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لجميع الأطراف بالتوصل لاتفاق فوري بشأن إدخال المساعدات للمناطق المحاصرة. وتؤكد إحصاءات الأمم المتحدة أن البلدات المحاصرة يعيش فيها أكثر من 60,000 سوري. تزداد أزمة اللاجئين السوريين في لبنان تعقيداً مع دخول الصراع السوري عامه السابع، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللاجئون السوريون، فإن عدداً كبيراً منهم يعاني أيضاً من اضطرابات نفسية بسبب مشاعر الإحباط واليأس التي تكاد لا تفارقهم. مع دخول الصراع السوري عامه السابع تزداد معاناة السوريين سواء المتواجدين داخل البلاد أو خارجها. أكثر من مليون لاجئ سوري يعيشون تحت خط الفقر في لبنان، التي يعيش أكثر من نصف اللاجئين السوريين بها على أقل من 3 دولارات في اليوم، في حين يبلغ متوسط الدين لأسرة من اللاجئين السوريين نحو 900 دولار. يعيش اللاجئون في ظروف صعبة للغاية، لأنهم على مدار الأعوام السابقة استنفذوا جميع مصادرهم، ومن كان يمتلك أي أصول اضطر إلى بيعها، ولم يتمكنوا من العمل في لبنان بشكل مستقر. كانت النتيجة إنهم اعتمدوا بشكل كبير على المساعدات الإنسانية التي في حد ذاتها غير كافية بالمرة. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أعلنت أنها لم تتلق إلا نصف التمويل الخاص بالمساعدات عام 2016، ما أدى إلى أن نصف اللاجئين فقط يحصلون على كم ثابت من المساعدات الغذائية، فيما يحصل من يعاني من ظروف اقتصادية قاسية على 170 دولار شهريا فقط. وبعيدا عن الظروف الاقتصادية الصعبة، فإن أغلب اللاجئين يعانون من أمراض نفسية متعددة بسبب الظروف التي يمرون بها، خاصة النساء والأطفال الذين فقدوا أي أمل في الحصول على أي قدر من التعليم. هددت تركيا اليوم بإلغاء أحادي الجانب الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي منذ نحو عام، والذي ينص على خفض أعداد المهاجرين واللاجئين المتدفقين على أوروبا. أشار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه جاري العمل على إعادة تقييم اتفاق اللاجئين، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يهدر الوقت في مسألة تحرير التأشيرات بالنسبة للمواطنين الأتراك. يأتي هذا التصعيد الأخير على خلفية تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين تركيا مع بعض الدول الأوروبية، وتصريحات أردوغان الأخيرة التي اتهم فيها القارة الأوروبية بالفاشية. شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم غارات على أهداف في قطاع غزة من دون أن تسفر عن وقوع إصابات، وذلك ردا على إطلاق قذيفة من القطاع على جنوب إسرائيل. قامت الطائرات الإسرائيلية بإطلاق صاروخين على الأقل على موقع تدريب تابع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس غرب مدينة دير البلح في وسط القطاع، وذلك بحسب ما أفادت مصادر أمنية فلسطينية. كما استهدفت أيضا غارة أخرى أرضا فارغة شرق مدينة غزة، ولم تسفر هذه الغارة عن وقوع أي إصابات. سيطرت القوات العراقية على مركز ناحية بادوش شمال غربي الموصل، مركز محافظة نينوى شمالي العراق. قال قائد عمليات قادمون يا نينوى إن القوات حررت ناحية بادوش بالكامل وقرية تل ريس، وسيطرت على الضفة الغربية لنهر دجلة، وقطعت كافة الطرق والإمدادات لداعش.
استمرارا لمعارك استعادة مدينة الموصل الدائرة منذ ما يقرب من شهر، استطاعت القوات العراقية السيطرة على مطار المدينة ومجمع عسكري مترامي الأطراف والمجمع الحكومي الرئيسي وعدد من الأحياء الواقع على الجانب الجنوبي الغربي للموصل. كما سيطرت القوات العراقية على مركز ناحية بادوش شمال غربي الموصل، وكبدت تنظيم داعش الإرهابي خسائر بالأرواح إضافة إلى الضفة الغربية لنهر دجلة، وقطعت كافة الطرق والإمدادات لداعش. قواتنا اليوم متجهة باتجاه الباب الأبيض والموصل الجديدة، وتم تحرير الجراج بغداد بالكامل والجامع النور باتجاه اللي كان يستخدمه أبو بكر البغدادي مقر له. الحمد لله والشكر، قوات الشرطة الاتحادية اليوم بحالة تقدم جيد، وإن شاء الله مصرين على تحرير الموصل والجناح الأيمن بالكامل. في الوقت نفسه استطاعت القوات العراقية السيطرة على الجسر القديم على نهر دجلة، وتقدمت في منطقة الباب الجديد حيث سيطرت على مبنى دائرة الجوازات وسط الموصل. وأوضح قادة عسكريون عراقيون أن استعادة آخر المعاقل الكبرى لتنظيم داعش في العراق مسألة وقت، حيث تشن القوات العراقية العملية من 3 محاور، وتتقدم فرقتان من القوات الخاصة وقوة من الشرطة الاتحادية على ضفة نهر دجلة والذي يقسم المدينة إلى نصفين غربي وشرقي. وتعد استعادة الموصل بمثابة صفعة لتنظيم داعش، إذ تنهي إلى حد كبير سيطرته على مساحات كبيرة من شمال سوريا وغرب العراق. أفاد مسؤول في الأمن اليمني أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا وصعد بعد اشتباكات عنيفة مع الحوثيين وحلفائهم. أشار المصدر أيضا أن اشتباكات عنيفة دارت بين ميليشيا الحوثيين وقوات الجيش اليمني أسفرت عن مقتل وإصابة 8 مسلحين من الحوثيين، فيما شنت قوات التحالف العربي غارات عنيفة على مناطق متفرقة في محافظات صنعاء وصعدة وتعز، تسببت في خسائر مادية كبيرة تزامنا قتل 3 عناصر من قوات الجيش الوطني في قصف حوثي استهدف مواقعهم في مديرية صرواح بمحافظة مأرب. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من عدن الكاتب الصحفي ياسر اليافعي. أستاذ ياسر، كيف تتابع تطورات الوضع الميداني باليمن من خلال ما يحدث حاليا هناك من تطورات؟ أهلا وسهلا، مساء الخير. طبعا الوضع الميداني عكس الفشل السياسي وتأثر ولد الشيخ في إيجاد ثغرة لمحاولة جمع الفرقاء السياسية اليمنيين، وهذا عكس نفسه على الأرض سواء كان ذلك في محيط صنعاء أو في الساحل الغربي أو حتى في صعدة. بحسب المعلومات من محافظة صعدة معقل الحوثيين، المقاومة والجيش الوطني تمكنوا من السيطرة على سوق مديرية البقعة وهي أحد مديريات محافظة صعدة، وبالتالي اقتربوا كثيرا معقل الرئيسي للحوثيين في وسط العاصمة ما يسمى مدينة صعدة، بالإضافة إلى تقدم قوات الجيش الوطني في نعم، بالإضافة إلى تقدم بالساحل الغربي. كل ذلك يعقد الوضع في اليمن ويعقد يعني جولة ولد الشيخ الأخيرة بعد ما اصطدم كثير من المعوقات. نعم، يعني حدثنا تحديدا عن الوضع في مديرية المخا حيث تقدمت القوات الجيش الوطني ونجحت في السيطرة على مناطق في صنعاء وصعدة، يعني ما تطورت الوضع الميداني هناك تحديدا؟ في المخا هناك تقدم في الجهة الشمالية والجهة الغربية للمدينة، هناك عملية تأمين تتم المدينة بعد السيطرة عليها. نعلم أن دائما خطط التحالف العربي والجيش الوطني هي تأمين المنطقة المهمة والاستراتيجية قبل الدخول إلى مواقع أخرى أو يعني السيطرة على مواقع جديدة، وهذا ما حدث بالفعل بحسب مصادرنا في مدينة المخا. هناك تقدم، ولكن هذا التقدم يأتي لحماية مدينة المخا من أي ثغرات أو تشلل ميليشيا الحوثي وصالح. أما في جبهة نعم هناك تقدم كبير للمقاومة ولكنه بطيء عكس محافظة صعدة. التقدم الكبير حاليا هو في محافظة
صعدا في مديرية البقعة حيث تم السيطرة على سوق البقعة، وأعتقد هذه خسارة استراتيجية للحوثيين واقتراب قوات الجيش الوطني من معقل الحوثيين الرئيسي في معقلهم صعدا. نعم، ماذا عن الوضع في محافظة مأرب، يعني حيث قتل 3 عناصر من قوات الجيش الوطني في قصف حوثي لمواقعهم؟ طبعا في مأرب هناك مديرية صرواح ما زالت تخضع لسيطرة الحوثيين وصالح، وهي أحد المديريات المهمة في المحافظة، لذلك تشتد المعارك حول في هذه المنطقة بالذات في محاولة من قبل قوات الجيش الوطني وقوات التحالف العربي للسيطرة على هذه المنطقة التي إن تم السيطرة عليها سيتم تأمين مدينة مأرب بشكل كامل، لأن الحوثيين وصالح يلقون إلى قصف المدنيين بين الفينة والأخرى من أطراف هذه أو من أطراف مديرية صرواح. نعم، شكرا لك الأستاذ ياسر اليافعي، كنت معنا هاتفيا من عدن. شكرا. وصلت اليوم شحنة مساعدات إنسانية روسية للنازحين في مخيم ضروان بمحافظة عمران في اليمن، تتضمن الخدمات الأساسية للنازحين اليمنيين المتضررين من ويلات الصراع الدائر حاليا في البلاد. تزامنا حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو من أن أكثر من ثلثي سكان اليمن يتهددهم خطر الجوع ويحتاجون بشكل عاجل إلى مساعدات، معتبرة أن اليمن يواجه حاليا إحدى أسوأ أزمات الجوع في العالم. رغم النداءات الأممية المستمرة لجميع أطراف الصراع في اليمن، ما زال أكثر من ثلثي سكان اليمن يتهددهم خطر الجوع ويحتاجون بشكل عاجل إلى مساعدات لإنقاذ أرواحهم والحفاظ على سبل معيشتهم. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو حذرت من أن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، خاصة في محافظتي تعز والحديدة التي يقطنها ربع سكان اليمن. المنظمات الأممية أشارت إلى أن النزاع في اليمن أثر بشكل كبير على الأمن الغذائي وسبل كسب العيش، حيث بات أكثر من 80% تقريبا من الأسر في اليمن تواجه وضعا اقتصاديا أكثر سوءا. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف هي الأخرى وجهت نداءات استغاثة للمجتمع الدولي لإغاثة الأطفال في اليمن الذين يعانون من أعلى مستويات سوء التغذية الحادة في تاريخ اليمن الحديث. المنظمات الدولية المعنية حذرت مرارا من استمرار القتال على طول ساحل البحر الأحمر في الأشهر الأخيرة، ما تسبب في أضرار واسعة النطاق لمحافظة الحديدة أكبر ميناء في اليمن. ورغم تكرار المناشدات الأممية لجميع أطراف الصراع بتسهيل وصول المنظمات الإنسانية المستدامة وغير المشروطة للحد من النقص الحاد للغذاء، خاصة في جبهات القتال على الساحل الغربي الذي يشهد قتالا مستعرا، لا تزال الأرض السعيدة سالفا تعاني إحدى أسوأ أزمات الجوع في العالم. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم في بكين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يقوم بزيارة تستمر 3 أيام للصين. وأشاد الرئيس الصيني بهذه الزيارة مؤكدا أنها ستدعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتسهم في تحسنها. كان العاهل السعودي الذي يرافقه وفد كبير يضم 1000 شخص قد وصل إلى الصين مساء أمس في إطار جولة آسيوية تشمل اليابان وماليزيا وإندونيسيا. كما تأتي زيارته بعد زيارة قام بها الرئيس الصيني للسعودية العام الماضي، والتي كانت الأولى لرئيس صيني إلى المملكة منذ 7 سنوات. نشرتنا تتواصل معكم وفيها بعد أخبار الاقتصاد. واشنطن تهدد بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وزيرا السياحة والآثار يعقدان اليوم مؤتمرا صحفيا بالمتحف المصري للإعلان عن وقائع اكتشاف التمثال الأثرية بمنطقة المطرية والنقل أجزائه. وزير الخارجية سامح شكري يستقبل اليوم نظيره الأردني لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. ديمستورا يحذر من عام سابع للحرب في سوريا ويدعو إلى تسريع وتيرة المفاوضات. اشتباكات بين الجيش اليمني والحوثيين في تعز، ومنظمة الفاو تحذر من أن أكثر من ثلثي سكان اليمن يتهددهم خطر المجاعة. ونتوقف قليلا في ساعتنا الإخبارية مع أخبار عالم المال والأعمال. أهم أخبار المال والأعمال مع زميلة مجدة القاضي. تفضلي مجدة. الزملاء ريهام وأحمد، شكرا لكم وأهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الاقتصادية. وفيها البورصة المصرية تسجل ارتفاعات قوية خلال تعاملات ختام الأسبوع ومكاسب جماعية للمؤشرات. مشاهدينا أهلا بكم مجددا. أعلن الدكتور عمرو الجرحي وزير المالية عزمه عرض مشروع ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة على مجلس الوزراء خلال اجتماعه القادم، وذلك بعد إتمام صياغته في اللجنة الوزارية ليتم تصنيف الضريبة وفقا للقانون إلى 3 شرائح على 3 سنوات. وفي سوق التداول سجلت البورصة ارتفاعا قويا دفع رأس مالها السوقي لمكاسب تجاوزت 6 مليار دولار في منتصف تعاملات ختام تداولات الأسبوع مع ارتفاعات قوية لجميع المؤشرات. وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.86%، في حين صعد مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.36%. واقتفى أثره مؤشر EGX100 بمكاسب وصلت إلى 1.11%. أعلن وزير المالية الدكتور عمرو جرحي أن مصر تتوقع الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي في مايو أو يونيو القادمين. جاء هذا في أعقاب إعلان جرحي عن زيارة من المتوقع أن تقوم بها بعثة صندوق النقد الدولي في الفترة من 28 من إبريل إلى 8 من مايو لإجراء مراجعة تمهيدية للحصول على الشريحة الثانية، والتي من المقرر أن تصل إلى 1.25 مليار دولار. ويشمل البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي قانون الضريبة على القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وتخفيض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية وخفض واردات السلع غير الأساسية. عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اجتماعا مع بعثة من البنك الدولي برئاسة الدكتور أندري مخنيف مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمناقشة تفاصيل التعاون الفني بين الجانبين في تطوير وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم. استعرض الاجتماع تطورات الأنشطة التنفيذية الخاصة بمشروع تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة مبسطة للمشروعات الاستثمارية المنفذة من خلال الوزارة والذي يديره البنك الدولي. وأكدت نصر اهتمام مصر خلال المرحلة الحالية بتطوير منظومة تيسير إجراءات الاستثمار وتطلعها إلى الاستفادة من أفضل الخبرات الدولية للدول التي نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها من خلال إدارة خدمات الاستثمار بشكل كفء وفعال. كما استقبلت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر عضو البرلمان الألماني ألكسندر رضوان ووفد من السفارة الألمانية بالقاهرة. بحث الاجتماع سبل زيادة التعاون الاقتصادي والفني بين مصر وألمانيا، حيث تابع الجانبان نتائج الزيارة الأخيرة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى مصر واستعراض الجهود المصرية المستمرة في مجالي الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وأكدت الوزيرة ترحيب الحكومة بالمستثمرين الألمان في مصر، مشيرة إلى قوة الشراكة بين البلدين والتي ظهرت بالاتفاق مؤخرا مع الجانب الألماني على تقديم 250 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة وتقديم 250 مليون دولار أخرى لدعم عدة قطاعات من بينها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتقديم مزيد من الدعم للعمالة المصرية. كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع صادرات القطاع خلال العام الماضي 2016 بنسبة 2% عن مستوياتها في 2015،
وسجلت صادرات المجلس التصديري للصناعات الغذائية في عام 2016 مستوى 2.7 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار، ليستحوذ قطاع الصناعات الغذائية على نحو 13% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية البالغة نحو 20 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي حجم استثمارات القطاع نحو 98.5 مليار جنيه. أكد وزير المالية الكويتي أنس الصالح أن نجاح دولة الكويت بإصدار أول سندات دين ثنائية الشريحة بقيمة 8 مليار دولار في أسواق الدين الدولية يؤكد المكانة الائتمانية قوية لدولة الكويت في الأسواق العالمية. تضمن الإصدار الكويتي شريحتين من السندات تبلغ قيمة الأولى 3.5 مليار دولار، وتستحق في عام 2022 بعائد بلغ 2.87 من الألف وهامش 75 نقطة أساس، في حين تبلغ قيمة الثانية 4.5 مليار دولار وتستحق في عام 2027 بعائد 3.617 من الألف في المئة وهامش 100 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية ذات الأجل المماثل. وما زلنا مع منطقة الخليج والتي انتشرت فيها موجة أخرى من الزيادات ولكن على نطاق أسعار الفائدة، حيث رفعت معظم البنوك المركزية بالمنطقة أسعار فائدتها الرئيسية مقتفية أثر البنك المركزي الأمريكي. فقد رفعت مؤسسة النقد العربي البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء العكسي الريبو العكسي بمقدار 0.25% مع الإبقاء على سعة إعادة الشهادات سعة إعادة الشراء عفوا دون تغيير عند 2%. كما رفع مصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة الرئيسية وسعر إعادة الشراء بنسبة 0.25%. واقتفى المصرف البحريني أثر جاره الإماراتي ورفع معدل فائدته الرئيسية بنفس القيمة، بينما اكتفى بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بمقدار 0.25%. نهاية وقفتنا الاقتصادية، عودة لقراءة الأخبار السياسية مع الزملاء أحمد وريهام. شكرا لكم. شكرا مجدة. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريك تيلرسون في رسالة وجهها إلى 8 منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان أن الولايات المتحدة ستنسحب من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ما لم يجري إصلاحات كبيرة داخله. وقال تيلرسون إن الإدارة الأمريكية الجديدة تواصل تقييم فعالية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على حد قوله، فيما لم يحدد تيلرسون مهلة لإنجاز الإصلاح قبل انسحاب الولايات المتحدة من المجلس. وأكد تيلرسون أن الولايات المتحدة ترفض بشدة أجندة المجلس المنحازة ضد إسرائيل على حد وصفه. في المقابل أكد تيلرسون أن واشنطن ستسعى إلى تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية حول سوريا. ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار قاد فيدرالي في هاواي بتجميد تطبيق مرسوم الهجرة الجديد على مستوى الولايات المتحدة بأسرها، واصفا إياه بأنه تجاوز قضائي غير مسبوق. وتعهد ترامب بالتوجه إلى المحكمة العليا للدفاع عن قراره الذي يمنع فيه مواطني 6 دول إسلامية من السفر للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الدستور والقانون يمنحانه الحق في وقف الهجرة وفقا لمقتضيات الأمن القومي. كان القاضي الفيدرالي ديريك واتسون قد أصدر قراره بتجميد تطبيق الأمر التنفيذي قبيل ساعات قليلة من دخوله حيز التنفيذ، مبررا ذلك بأن تجميد العمل بالمرسوم الرئاسي يتيح تلافي ضرر لا يعوض. أكد وزير الخارجية الأمريكي ريك تيلرسون خلال لقائه وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا دعم واشنطن لطوكيو في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية الباليستية. ولفت تيلرسون إلى ضرورة الاعتراف بإخفاق الجهود السياسية والدبلوماسية في السنوات العشرين الأخيرة لدفع كوريا الشمالية إلى التخلي عن سلاحها النووي. ومن المقرر أن يلتقي تيلرسون رئيس الوزراء شينزو أبي ثم يتوجه إلى سيول ومنها إلى الصين. كان تيلرسون قد بدأ زيارة رسمية إلى اليابان في مستهل جولة آسيوية مخصصة للأزمة الناجمة عن البرنامج النووي لكوريا الشمالية. رحب رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي بفوز حزبه الليبرالي على حزب خصمه اليميني المتطرف جيرت فيلدرز، وذلك في الانتخابات التشريعية، واعتبره انتصارا على الشعبوية.
وتفيد النتائج الأولية أن الحزب الليبرالي سيشغل 32 من مقاعد البرلمان، بينما لم يتمكن حزب فيلدرز من الحصول على أكثر من 4 مقاعد إضافية، وسيمثله 19 نائبا. وأثرت نتائج الانتخابات ارتياحا في أوروبا، فقد أشاد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بالانتصار الواضح على التطرف، بينما اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر الفوز تصويتا ضد المتطرفين. وفي نشرتنا أيضا ولكن بعد قليل، في محاولة لتجاوز الآثار النفسية السيئة للحرب، افتتاح متنزه جديد أمام المواطنين في ليبيا.